على واقع تطورات سياسية هي الأبرز منذ عقود شهدت دول غرب ووسط إفريقيا، سيما تلك التي كانت تدور في فك النفوذ الجيوسياسي الفرنسي، انقلابات جاءت تباعا، غير أن انقلاب الجابون كان هو المحطة الأبرز، خصوصا وأن ملف تزوير الانتخابات كان الورقة الرابحة التي ساعدت قادة الانقلاب على إسقاط النظام وتنحية الرئيس علي بونغو، وبالتالي حشد أصوات الشباب لصالح المجلس العسكري في خطوة تمكنهم من بلوغ مقاليد الحكم. هذه التحركات في الجابون جاءت تزامنا مع تغييرات عسكرية وتعيينات لمسؤولين أكثر ولاء في قيادات جيوش بعض الدول الإفريقية كالكاميرون والسنغال بهدف تجنب شبح الانقلابات. سيناريو انقلاب الجابون يمكن حسب مراقبين أو يمكن أن يمتد إلى نيجيريا هذه المرة، حيث تتجه إحدى المحاكم في البلاد إلى إصدار حكم يتعلق بمدى شرعية الرئيس بولا تينوبو، وهو ما ينذر بتحول البلاد إلى بؤرة توتر ساخنة. في هذا السياق من المقرر أن تصدر محكمة انتخابية نيجيرية حكمها في اليوم في التماسات تطعن في نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أوصلت الرئيس بولا تينوبو إلى السلطة، وينتظر أن يتم نشر قرار المحكمة عبر تلفزيون نيجيريا الرسمية اليوم. الرئيس بولا تينوبو وهو أحد المتحمسين لمهاجمة النيجر عبر منظمة إيكواس يواجه معارضة سياسية من خصمين رئيسيين هم أتيكو أبو بكر وبيتر أوبي اللذين جاء في المركزين الثاني والثالث. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.